لا ما تقلقش، انا فكرت وجاهز وهتشوف كمان. يلا بينا. يعني انتوا بتتهموه؟ اه بنتهم. يا ابن الكدابه. انا كداب؟ يا باشا ده مش كداب يا باشا، هو ده اللي كداب يا باشا، وكان عايز يموتنا والله، والعيال دي ما كانتش تبلغ هنا غير لما كانت هتموت. صدقني والله يا باشا زي ما بقول لك كده، والله العظيم الكلام ده حصل صح يالا ولا ايه؟ والله العظيم حصل يا باشا. عليا القناعه، عمري ما شفتهم ولا اعرفهم. الواد ده سرقني يا باشا. سرق منك ايه؟ يا باشا والله العظيم احنا غلابه، الواد بلح دوت هو اللي سرقنا وكان عايز يموتنا. ولولا استاذ احمد يعني احنا جينا نعمل محضر وناخد حقنا بالقانون والعداله، اصل يعني محسوبك يعني بيحب العدل والعداله. ايوه يا باشا والله العظيم صدقنا احنا الكلام ده مظبوط يا باشا، ده كان عايز ياخدنا يموتنا هناك. حرام يا باشا، حرام العيال دي يا باشا تموت كده في طيس يا باشا. طب نموت طيب في ده البلد، طيب نموت في ده البلد، نموت في ده مصر، مش نموت في طيس البحر يا باشا. والله العظيم انا صعبان على اللي حصل ده يا باشا. ده مصر دي غاليه عندنا قوي. انا نادري عليا يا باشا والله العظيم، بسيب البلد دي، انا هموت في بلدي يا باشا. خلاص خلاص يا باشا، انا عايز حقي. لا بس عداله يا باشا، عيب عليك. لا والله العظيم يا باشا، 100 100 ده هتنفع شغل في السينما. يا ايه الاخبار يا حماد؟ لا ده 100 100 دلوقتي طلع اصلا. العيال طلعت تمام 100 100 كله زي الفل. شكرا يا رجاله. ايه ده انت هتخلعه ولا ايه؟ يا جدع في انت هاجم علينا كده؟ احط لك جنبك جدع في ايه؟ احنا قدام الاسم ميايا كده. اوضه ايه يا عم؟ لا انا عايز ميايا. استاهلوا؟ اه يستاهلوا بصراحه. ماشي. كم واحد؟ 3 بقى. هم ال 100 بس. صباح الفل. ماشي يلا زي بعض. كله تمام؟ جاب العيال دي منين؟ يلا انا بحسبك هتسالني على الفلوس، يعني عيال اكتر منها متلقحها فوق الكباري. يا عم احمد استقضت المصلحه. يا خالتي ما قايل لك قبل كده انه عايش، هيفرق بايه بس؟ خش ربنا يا ابني يطمن قلبك. بقول لك ايه؟ ايه؟ كلمهولي، انا اللي عايزه اطمن واسمع صوته بوداني. ماشي يا خالتي، انا كلمهولك عشان تتاكدي ان انا ما بكدبش عليكي. كتر خيرك يا احمد. ادي يا ستي متولي. رد. استني يا حاجه شويه. طيب. الو يا متولي، عامل ايه؟ اخبار الدنيا عندك ايه؟ تمام. بقول لك يا متولي، في حد عايز يكلمك. لا مفاجاه. خد يا سيدي معاك ايه. هات يا حبيبي هات. الو متولي، ازيك يا حبيبي؟ وحشتني يا ضنايا. كده برضو تعمل فمك كده يا متولي؟ مهدلة من غيرك. تعالى بقى يا ابني. هادي عليك بإيه؟ أقول روح منك لله، مش هتهون عليا. جاية إمتى؟ بجد والنبي؟ طب أنا مستنياك يا حبيبي، والله مستنياك. بالسلامة يا ابني. ألف سلامة يا حبيبي، بالسلامة. بالسلامة يا دنايا. تأكدت يا خالتي إنه عايش؟ تأكدت يا حبيبي. بقول لك إيه؟ إيه؟ احمد والنبي خصيمك محمد كلمه خليه يجي. خلاص يا خالتي، وعد مني اخلي متولي يرجع لك. ربنا يبارك لك يا ضنايا، ما تحرمش منك جميل فرقبتي العمر كله. ماشي، عايز حاجه؟ لا سلامتك. بقول لك ايه؟ ايه الامانه اللي عندي بتاعتك مش عايزها. خليها ولما عاوزها هبقى اطلبها منك. حاضر. سلام. الف سلامه يا حبيبي. يا رب يا رب، اللهم لك الف حمد والف شكر يا رب. يا رب اعمل ايه بس؟ اسجد لك ركعتين شكر يا رب. الحمد لله الحمد لله. اهلا يا احمد، اتفضل. تحب تشرب ايه؟ بقى لله كمالية. ياه انت لسه فاكر؟ انا اصلا انا ما والله ما عارف اقول لك يا كمال. انا عارفه ما كنتش هنا لما سمعت الخبر، بس يهمني انك تعرف ان وجودك جنبنا كان هيفرق معانا كتير قوي. بس يلا الحمد لله عم جمال ما سابناش. جمال مين؟ جمال مين؟ والله العظيم تلاتة، أنا لو كنت فاضي والله العظيم غصب عنك كمال. عارف ما أنا اكتشفت إن الدنيا دي بتخلي الواحد يعمل حاجات كتير قوي غصب عنه. يلا معلش، الله يرحمه. الله يرحمه. أنا مش عارف أقول لك إيه. أنتوا مش محتاجين أي حاجة، أي حاجة أجيبها لكم، أي حاجة أعملها لكم. لا شكرا. وبعدين الست الوالدة قامت بالواجب. أمي؟ طب
بقولك ايه؟ انا كنت عايز اتكلم معاكي في كلمتين كده على جنب. اتفضل. كمل يا. انا عارف ان انت زعلانه مني وانا انت شايف ان ده وقت مناسب للكلام ده؟ ايوه طبعا يا كاميليا، وقت مناسب ومناسب جدا كمان على فكره. كاميليا انت عارفه انت عندي ايه؟ انت حد عزيز عليا قوي والله، يعني وبعدين فوق كل ده وده انت بنت خالي يا بت. صح عندك حق، انا بنت خالك وانت ابن عمتي وفي بينا حاجه اسمها صله الدم، بيقولوا عليها زمان الضفر ما بيطلعش من اللحم، واما الواحد بيحصل له حاجه ما بيلاقيش في ظهره غير اهله. بسم الله عليكي، اديك انت بتقولي والله العظيم نفس الكلام اللي انا كنت جاي اقوله لك بالظبط. امال كنت هتهاجر من غير ما تقول لحد ليه؟ كنت بتهرب من مين؟ مني؟ انت مجنونه يا بت ولا ايه؟ هرب منك ايه؟ مفيش الكلام ده طبعا. انا كنت بهرب من نفسي يا كاميليا، انا كنت بهرب من نفسي، من الدنيا اللي انا عايش فيها اللي انا لغايه دلوقتي ما خدتش منها الحق ولا باطل. ولما انت راجل بتقول كده امال انا اقول ايه؟ ده انا اقول اكتر من كده 60 مره. انت عارف يعني ايه كاميليا راجل يبقى معدي 30 سنه ولسه ما عرفش يبدا حياته منين؟ انت اللي كنت عايز كده. خلاص يا كاميليا خلاص، أنا مش عايزك تقولي كلام يضايقك ويضايقني. أنا آسفة بس أنا بقول الكلام ده عشان أنت ابن عمتي اللي أنا خايف عليه. مش قصدي والله العظيم أنا كمان خايف عليك، والله العظيم أنا كمان خايف عليك يا كمالي. بعدين أنا مش عايزك تزعلي من أمي. أمي دي ست كبيرة ودماغها على قدها، أنت فاهمة؟ والله العظيم بتعمل معايا أكتر ما بتعمل معاكوا 60 مرة. يلا حصل خير. قصدي بقول لك ايه، ما تعوزي طبعا مني اي حاجه انت مش محتاجه يعني تفكري قبل ما تكلميني. ها كنت عايزاك تبقى واقف جنبي في دفنته، كنت عايزاك تبقى ظهري سندي، كنت عايزك انت اللي تشيل، كنت عايزك انت اللي تاخد عزية مش عم جمال. تشرب ايه؟ كملي انت لسه بتحبيه؟ انا ما بحبش حد، يلا عايزاكي تغيري هدومك. اتفقت مع عم جمال هنروح نشوف معاش بابا ونسوي. مالك؟ انا صراحة مش عايزة اروح هناك، مش عايزة اشوف روم. بالعكس احنا لازم نشوفه. قهوتك يا ست الكل. تشكر يا شباب. بقول لك يا ست الكل، الواد خليل عمال يسال عليك كل شويه، وناقص ان هو يجيب ميكروفون ويجيب منادي ونادي عليك في الحته كلها، وقال لي اول ما تيجي اتصل بيه بالتليفون على طول. اعمل ايه؟ ولا كلمه. انا قلت كده برضه. تصدقي بقى انك عايزه ضرب الجزمه؟ انت فين يا بت انت؟ على فكره بقى الريس حلف 100 يمين ان ما كنت تدفعي اللي عليكي لو وقف الشغل معاكي. انا بقى قلت له اكيد فيكي حاجه. بابا مات يا بغى. البقاء لله يا حبيبتي. طيب بصي بقول لك ايه، سيب البضاعه وانا هوزعها على المقاطيع وكل واحد يبيع اللي يقدر عليه. لا
انا هشتغل. يا بنت اسمعي الكلام بقى ما يبقاش دماغك ناشفه. بقول لك هشتغل. سيبيها. اسيبها ده ايه؟ ده بدل ما تقول لها عنك. منى جدع ب 100 راجل وهتشتغل احسن من الاول كمان. باقي في حياتي. بس انت برضو كان لازم تقولي لي. والله احنا يعني شغالين مع بعض كده وخلاص، سد خانة. انا صعبان عليا ان بابا مات من غير ما يعرف انا بعمل ايه. معلش. انا عمري ما خبيت عليه اي حاجة. الا دي. هو الوحيد اللي كان بيشجعني وبيثق فيا. لما كان بيسالني انت نازلة رايحة فين؟ كنت بقول له رايحة النغم او ادور على شغل. ما كانش ينفع اقول اني بشتغل. ما كانش هيوافق، كان هيرفض. ايه رايك بقى ان باباكي لو كان عارف كان هو اللي هيشجعك ويقف جنبك وانت بتعملي حاجه غلط؟ ياه انا حاسه دلوقتي بالذنب، حاسه اني غلطت في حقه اني ما قلتلوش. يلا بينا يلا بينا قبل ما ينزل علينا. مش متخيله انه ما بقاش موجود. انا مش عارفه دلوقتي هنعمل ايه وهنعيش من غيره ازاي. بس يا حبيبتي سمر يا بنتي، البقاء لله. حياتك الباقية. بس يا حبيبتي مش كده بس يا سمر. انت لازم تعرفي انك دلوقتي بالنسبة لي زي لمار بالظبط. اي حاجة تحتاجيها خدي نمرتي من لمار، دي نمرتي الشخصية، انا مش بديها لأي حد. أنا من النهاردة عندي بنتين، سمر ولمار، أوكي؟ خلي بالك بقى، أنا بحب بابا جداً، يعني هتلاقيني بنفسن عليكي على طول، خدي بالك مني ها؟ على فين؟ رايحة لماما، هتعوز مني حاجة؟ لا اتفضلي، سعيد فين؟ نايم فوق. باي باي يا بنات. باي باي ماما. باي. يا لمار. لمار يا لمار. ايه عايز ايه؟ معايا ضيوف. انت عايز ايه؟ ما بتردوش ليه؟ قلت لك معايا ضيوف. مين؟ يا كنت بنت المزه بتاعت الحفله بتاعت امبارح، عرفيني عليها. مش هي، معايا سمر. يا بنت كئيبه. شش حرام عليك، مش عايزاها تسمعك، وبعدين دي باباها لسه متوفي. شفتي؟ مش بقول لك كئيبه. اطلعي باي حاجه من معاكي يا جدع لو ماما سايبه معاكي حاجه يعني. ماما مش سايبه معايا حاجه. اه مش سايبه حاجه. طب ما تجيبي انت اي حاجه. بس لو بابا عرف على فكره هتبقى كارثه. ماشي ماشي محدش عارف. يلا امشي بقى امشي. يا عيله من احلى بيها الله ربنا. بقول لك انا همشي. لا تمشي، ده يا حرام عليكي بقى، ما هو المشوار تقيل على قلبنا كمان. الله خلينا نخلص منه. ازيك يا روم؟ هو انت عرفت ان بابا توفى؟ عرفت. طب مش كان يصح برضه تيجي تعزينا؟ لكن اكيد في حاجه مهمه هي اللي منعتك. ما تعرفش مكتب عم جمال فين؟ هو موجود في مكتبه اخر الطرق. طيب انا هروح لعم جمال. حصلني نجلاء. على فكره ما جيتش هنا عشان كويس انك جيتي. في مكان انت عايزني؟ اه انا كنت عايز اتكلم معاك. غريبه، ما جيتش يعني ولا تتكلم معايا ولا تقف جنبي وتحسسني ان انا مخطوبه وان انا ليا ظهر. هو انا عايز اتكلم معاكي بخصوص الحكايه دي. أوي أوي. تحب ان احنا نتكلم فين؟ مكتبي كويس. اتفضلي. هو انا سألت سؤال غلط ولا ايه؟ لا هو مش غلط ولا حاجة كمان يا بس. أنا مش عارف أقول لك إيه. احنا أصلنا بعد ما مات عبد العزيز